الأولاني بعد الرحلة الطويلة دي كلها ما حققش أي حاجة، والتاني بعد ما فضل يحوش لمدة سنة اتنصب عليه في الفلوس، والتالت بعد ما فكر لمدة كبيرة قرر إن هو ما يسمعش كلام أبوه. إيه القصة دي؟ تعال نعرف. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك في حلقة جديدة من فيلم وكتاب. النهاردة معانا 3 كتب من أفضل الكتب اللي أنا قرأت فيها، وحبيت إن أنا أشارككم الكتب ديت علشان تستفادوا معايا. بس في البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة لحد دلوقتي، انزل اشترك في القناة وتعالى كمل معايا الحلقة، ويلا بينا نبدأ الحلقة. أنا عاوزك تفترض معايا إننا في المطار وفي طيارة جاهزة للإقلاع، والكابتن بتاع الطيارة ده واخد أوامر إن هو يتحرك حالا، ولكن في مشكلة. المشكلة هو إن الكابتن ده ما يعرفش إيه هي الوجهة اللي هو رايح لها، أو إيه هي المدينة اللي الطيارة دي رايحة لها، ولازم إن هو يتحرك من المكان بتاعه. بالفعل الكابتن بيبدأ إن هو يشغل الطيارة، وبيبدأ إن هو يقلع وينطلق بالطيارة. بيفضل ماشي مسافة كبيرة جدا، ويبدأ يعدي على بلاد وممنوع ان هو ينزل في اي مكان اضطراري. هو مش عارف هو رايح فين، ولا عارف ايه هي الوجهة الاخيرة بتاعته. تخيلوا معايا ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل ان الطيارة تفضل طايرة محلقة في الجو الى ان ينتهي الوقود، لحد ما الطيارة تقع وتتحطم الى الابد. اهو ده بالظبط عامل زي الانسان اللي مع الوقت عمره بينقص. بس مش دي المشكلة. المشكلة ان هو شخص بلا هدف، او ما عندوش حاجة بيحلم ان هو يحققها. ولو سألته قلت له انت بتحلم بايه، او نفسك تحقق ايه، او انت عاوز تكون ايه، يقولك انا معرفش، ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. وبيشتغل اي شغلانة بتيجي قدامه، لحد مع مرور الوقت سنه بيبدأ يكبر وبيعجز، وما بيكونش حقق اي حاجة في حياته. وده بسبب ان هو اصلا ما عندوش حلم، او ما عندوش دافع، او ما عندوش حاجة يعيش علشانها. وانت كمان اوعى تكون زي الشخص ده، لازم يكون عندك حلم او هدف انت عاوز تحققه، وده بيكون سبب كفيل ان انت تعيش علشانه. فلو انت ما عندكش هدف او حلم او سبب ان يخليك تعيش علشانه، فنهايتك هتكون زي الطيارة، وهو انك هتسقط لا محالة، وهتعيش وهتموت وهتتنسى وكأنك ما كنتش موجود على الارض. وده بسبب انك مالكش بصمة، ما حققتش اي حاجة مفيدة. ودي كانت خاطرة الطيارة من كتاب نظرية الفستق للكاتب السعودي فهد الأحمدي. كتاب جميل جدا جدا، وانصحك انك تشتري الكتاب ده او حتى تقرأه PDF من على الانترنت. الكتاب عبارة عن عدة خواطر، يكفيك انك تقرأ في اليوم الواحد بس خاطرة واحدة فقط. افهمها كويس وحاول ان انت تطبقها، صدقني هتفرق معاك في حياتك. بناء الثروة مش حاجة سهلة خالص، وإنما لازم تلتزم بشروط وأسس وقواعد. أبسط القواعد ديت هم 3 قواعد. أول حاجة لازم تمشي بمبدأ 90 و10. المرتب بتاعك يكون عبارة عن 90% و10%. 10% هتشيلهم في جنب وتقسم نفقاتك على 90%، وكأن المرتب هو 90%. على سبيل المثال لو بتاخد 5000 جنيه، تحوش 500 على جنب مالكش دعوة بيهم خالص، وتعتبر ان مرتبك 4500 جنيه، وتبدأ تقسم مصروفاتك على ال 4500 جنيه وكأنك ما بتاخدش ال 500 اللي انت شلتهم على جنب، وتفضل تحوش في المبلغ ده لمدة سنة. الحاجة التانية هو انك تمسك نفسك من المغريات. خلي بالك من المغريات. المغريات هي داء عند كل الناس تقريبا، يعني بمعنى انت معاك فلوس محوشها على جنب، فلوس زيادة، ومعدي مثلا في الشارع على محل للانتيكات، فشفت فازة جميلة جدا عجبتك شكلها، حبيت ان انت تشتريها. خلي بالك اوعى تروح تشتريها، اوعى تغلط وتروح تشتريها في الفترة اللي انت بتحوش فيها المبلغ اللي هو 10%. لازم تمسك نفسك من المغريات، اي حاجة ملهاش لازمة او اي حاجة ثانوية، لازم ان انت تمسك نفسك عن الانفاق في الفترة اللي انت بتحوش فيها. استنى شوية، المستقبل قريب وان شاء الله تجيب اللي انت عايزه. يبقى دي ثاني حاجة هي المغريات. الحاجة التالتة وهو انك بعد ما استنيت لمدة سنة كاملة بتحوش 10% من المرتب بتاعك، بقى معك مبلغ من المال. المبلغ ده تقدر ان انت تخش بيه اي مشروع وليكن كشريك، ولكن احذر من الخطأ اللي ممكن تقع فيه. علشان تخش اي مشروع كمبتدئ لازم في الاول تدرسه كويس جدا جدا، تقرأ عنه كتير وتسأل عنه ذوي الخبرة، او التاني ذوي الخبرة، علشان ما تقعش في نفس الغلط اللي بطل الكتاب بتاعنا وقع فيه. اقول لكم على اسمه دلوقتي. البطل بتاعنا عمل اللي احنا قلنا عليه بالظبط، حوش 10% لمدة سنة، وبعد كده بقى معاه مبلغ من المال عاوز ان هو يستثمره في اي حاجة تجيب له ربح. الشخص ده كان عنده واحد صاحبه بيشتغل في حاجة اسمها الارميد، والارميد ده حاجة بنزين بها البيوت، هو بيشتغل في الارميد. صاحبه ده كان معاه مبلغ من المال هو كمان،
ده مع مبلغ وده مع مبلغ، الاثنين عاوزين يستثمروا الفلوس. فصاحبه اللي هو بتاع الأرميد اقترح عليه ان هو ياخد منه المبلغ ده وهو مسافر لفينيقيا، كان دايما بيسافر لبلاد فينيقيا، ان هو يجيب ألماز مجوهرات يعني هناك بتكون أرخص، ونيجي هنا نبيعها ونكسب فيها. صاحبنا وقع في الغلط ده واداله تحويشة سنة كاملة، واعتمد على ان صاحبه تاجر الأرميد هيجيب مجوهرات من فينيقيا. اول ما صاحبه رجع طبعا كان جاب المجوهرات اللي هو قاله عليها، خدوا بعض وراحوا على تاجر المجوهرات اللي كان موجود في المدينة علشان يبيعوا المجوهرات دي. وطبعا كانوا في قمة السعادة ان هم اشتروا مجوهرات من بلد المجوهرات وهيبيعوها ويكسبوا كتير، الا ان تاجر المجوهرات قال لهم دي مش مجوهرات، ده إزاز. نصب عليهم هما الاثنين في مبلغ تحويشة سنة كاملة. المشكلة ان هو غلط غلط كبير جدا، وهو انه اعتمد على واحد ما بيفهمش في المجال اللي هو كان عاوز يخش فيه. انت عاوز تخش في عالم المجوهرات، اسأل اهل الخبرة في عالم المجوهرات. صاحبه كان بيشتغل في الأرميد ما كانش يفهم اي حاجة في المجوهرات، فهم الاثنين وقعوا في نفس الغلط، وطبعا ده كان درس قاسي جدا جدا ليهم. الكتاب ده هو من أعظم الكتب اللي أنا قريت فيها، وهو كتاب على شكل رواية لكسر الملل. الكتاب اسمه أغنى رجل في بابل أو The Richest Man in Babylon. الكتاب من تأليف جورج كليسون وهو مترجم للغة العربية، تقدر طبعا تقرأ الكتاب من اللغة العربية. الكتاب ده مهم جدا جدا وهيفيدك، وهتتعلم منه نصايح حلوة جدا لو أنت عاوز أنك تبني ثروة، ومش شرط ثروة أنك تبقى غني جدا، لا دي البداية، بداية النجاح إن شاء الله. نصايح مهمة جدا جدا، وفر 10% من المرتب بتاعك، قاوم المغريات، استشر ذوي الخبرة. روبرت كيوساكي بيحكي وبيقول ان هو اتولد لقى عنده أبين، أب غني وأب فقير. الحقيقة ان الاتنين اتفقوا على أهمية التعليم، ولكن كل واحد كان له وجهة نظر مختلفة في النقطة دي. روبرت بيحكي وبيقول ان أبويا الفقير كان دايما بيقول لي اتعلم علشان تلاقي شركة تقبل انها تشغلك، اما أبويا الغني كان دايما يقول لي افضل اتعلم وتعلم وتعلم لحد ما تقدر تبني شركة. وده طبعا فرق كبير جدا ما بين الرؤيتين. روبرت برضو بيقول على الرغم من مشاغل ابويا الغني، مشاغل كتيرة جدا جدا، اللي ان كنت دايما بشوفه في صالة الجيم، وبالتحديد في صالة الجمباز، ما كانش دايما بيفرط في الساعة بتاعة الرياضة، ولكن ابويا الفقير كان دايما بيجي من الشغل يقعد قدام التلفزيون بالساعات لحد ما يغلبه النوم. كان في اختلافات كتيرة جدا بين ابويا الغني وابويا الفقير، على الرغم ان ابويا الفقير هو ابويا في النسب، الا اني قررت ان انا اسمع كلام ابويا الغني وما اسمعش كلام ابويا الفقير. وكان في دايما مقولة ابويا الغني بيقولها، كان بيقول نحن لا نعمل عند المال، ولكن المال هو الذي يعمل عندنا. الكتاب ده هو الأب الغني والأب الفقير، أو ريتش داد بور داد لروبرت تي كيوساكي. وطبعا الكتاب له نسخة عربية مترجمة، تقدر ان انت تقرأ النسخة المترجمة. ودول كانوا الثلاث كتب اللي في حلقة النهاردة. لازم تشتري الكتب ديت، هتستفيد منها جدا جدا، او على الاقل تشتري واحد منهم. وطبعا مش شرط ان انت تجيب النسخة الاوريجينال او النسخة الاصلية من الكتاب، لانها بتبقى غالية. انت ممكن تجيب النسخة المتواضعة السعر اللي بتكون سعرها 30-40-50، ديت طبعا بيكون سعرها مقبول جدا ان احنا نجيب الكتاب. وانا معظم الكتب اللي معايا اصلا النسخة اللي هي متواضعة السعر، لان انا ما يهمنيش قوي ان انا يكون الكتاب هارد كفر او ان هو يكون مرسوم او حروفه بارزة، انا اللي يهمني اللي جوه الكتاب، وده اهم حاجة. انا عاوز اتعلم من اللي جوه الكتاب، ما يهمنيش او شكله عامل ازاي، ما يهمنيش او الرسومات اللي عليه من بره، ما تفرقش معايا كتير. حتى نوع الورق، يعني الكتاب ده اغنى رجل في بابل، طبعا دي النسخة المترجمة، ديت الكتاب ده انا كنت شاريه تقريبا ب 35 جنيه، يعني مش غالي، ولكنه بيقضي الغرض وانا استفدت منه كتير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش طبعا تدعمني على القناة وتشترك وتفعل زرار التنبيهات عشان يوصلك الحلقات الجديدة اول باول، وطبعا اكتب لي رأيك تحت في التعليقات، وما تنساش طبعا تعمل لايك وشير للحلقة. وبس كده نكون وصلنا للنهاية، اشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله على خير. سلام.